مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم النهارده انا محمد قاسم في لايف جديد وحكايه جديده مع حسن، شاب خلص دراسته وعمل تروسيكل، حوله زي ما حضراتكم شايفين لمشروع قهوه وشاي على الفحم. هو هيحكي لنا تجربته مع المشروع اللي بدأه منذ فتره، وانه بيساعد اسرته ووالدته، بيرد لها جزء من جميلها في الحياه. هنعرف منه كل التفاصيل. مساء الخير، نتعرف بيك. تعرف بيك اسمك ايه؟ حسن اشرف. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. عايزين نعرف منك بقى يعني تفاصيل المشروع وفكرة قهوة وشاي على الفحم جات لك ازاي؟ هي الفكرة كانت في اسوان، سافرت اسوان مع والدتي واختي، شفت الناس هناك بتعمل بوتاجاز وبتعمل فحم وبتعمل كذا حاجة، فاستغلت الفكرة ان انا عايز اعمل مشروع، ابدأ مشروع بس ايه يكون مختلف شويه بالنسبه للشاي والقهوه. فجت لي الفكره ان انا اعمله على الفحم. على الفحم بالظبط. ابتديت بعجله صغيره، كام كنكه على كيس سكر كيس بن، ابتديتها واحده واحده لحد ما الحمد لله الموضوع مشي، وناس بدات عايزه تفهم يعني ايه قهوه على الفحم او شاي او اي مشروب على الفحم، والحمد لله لحد ما عملت العربيه. بالنسبة يعني ايه الفرق ما بين الشاي؟ انت برضو اكيد هتقول لنا الفرق بين الشاي اللي بيتعمل على الفحم والشاي اللي هو العادي اللي احنا الناس كلها متعودة عليه يعني. هو بالنسبة للحاجة ديت، هو كل حاجة وليها طعم. يعني مثلا اللي بيشرب قهوة كتير او اللي بيشرب شاي عارف الطعم بتاع الحاجة ازاي، بس فالفحم في حاجته مختلفة. ولازم بقى طول الوقت لا انا بولع الفحم بس، ولازم طول الوقت ان انا هو على الفحم عشان اعرف القهوة تكون استوت او الشاي يكون استوت. زي ما حضراتكم شايفين ده كده شاي وقهوه، حاطط شاي وقهوه ونسكافيه وكل حاجه على الفحم. بتشتغل بقى من الساعه كام لكام؟ انا بنزل من 10 الصبح لحد 12 بالليل. فكره العربيه بقى صممتها ازاي؟ يعني دي فكره بداتها ازاي؟ هي الفكره ان انا عملت عجله الاول، وبعد كده ابتديت ان انا عايز يعني اكبر المساحه شويه او اعمل حاجه مختلفه في نفس الوقت، ان انا ادخل كذا كذا نوع تاني. ف نزلت باب الشعريه واخترت تروسيكل واتقفل بمواصفات معينه عشان ده هيبقى فحم، ودخلت بقى الحاجه كلها عليه. اكتر حاجه بقى الناس بتطلبها منك واتشهرت بيها في المشروع بتاعك هي القهوه والقهوه الفرنساوي، قهوه نوتيلا وقهوه اللوتس. الفرنساوي بتتعمل بطريقه مختلفه برضه، يعني منقي فيها حاجه مختلفه بحيث ان انا تبقى خاصه بيا يعني. بس فدي اللي بتتسلب عندي، هي والقهوه والقهوه بقى بجميع اطعمتها، يعني في مانجا، في كراميل، في لوتس، في نوتيلا، في شيا تفاح، في مانجا، في فراوله، في كذا نوع مش نوع واحد. قول ايه للشباب اللي بيشوف دلوقتي مثلا ان هم يبتدوا مشروعهم؟ والله ينزلوا يدوروا على اي مشروع يعملوه، ان شاء الله تعمل شاي وقهوه. انزل ابدا مشروعك ان شاء الله، لو هتعمل ايه ما تقعدش، استسلمش للدنيا، كلنا بننزل وبنكافح وبنشتغل. ابدأ بأي حاجة وإن شاء الله ربنا يكرمك، وهتبقى طول ما أنت ربنا يعني طول ما أنت بتشتغل وبتراعي ربنا، هتلاقي ناس بتقف في ظهرك، وهتلاقي ناس بتشجعك، وهتلاقي إقبال من الناس، وهتلاقي إن الدنيا كويسة يعني مش وحشة. وأنت خبرت بقى إنك أنت تعمل المشروع ده وقت بتساعدك، اتكلمنا عن الفكرة. وأنا يعني عملت المشروع زي ما اي شاب، كلنا بنساعد اسرنا في البيت، فانا حبيت ان انا يعني اشتغل واشوف برضو يعني اكبر حاجه لنفسي، وفي نفس الوقت يعني اساعد بجزء بسيط من اللي والدتي عملته لي. نقول له ربنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لولا دعوه الام انا ما كنتش اوصل اللي انا فيه دلوقتي. ايه بقى اكتر مشروبات عندك الناس بتطلبها؟ هي اكتر حاجه دلوقتي بقت القهوه، بقى في ناس مدمنين القهوه عندي، القهوة على الفحم حتى صبح او بالليل. الاول كانت بتبقى بالليل، بعد كده بدأت تطلب الصبح. طب احكي لي يعني بتعمل القهوة ازاي؟ ايه الطريقة اللي انت بتعملها بيها على الفحم؟ هل المية مثلا بتبقى ساقعة؟ في ناس بيبقى مختلف الطرق عمل لا هو كل واحد بيشتغل بطريقة معينة، انا ماليش طريقة ثابتة، وهي مية وهي الفاكهة ان مية وبن وسكر وشكرا. لا بتبقى عادية ولا ساقعة لازم؟ لا دي على حسب المزاج، يعني انا ممكن اعملها بمية ساقعة واشتغل بيها، وممكن تبقى مية عادي من الحنفية وبرضه واشتغل بيها. مش الفكرة في المية، الفكرة في تسوية القهوة، والفكرة في نوع البن اللي انت بتستعمله. انا نوعية البن بتاعتي دي توليفة خاصة بتاعتي.
فدي اللي الناس حباها لحد دلوقتي. ايه الطريقه بقى؟ الطريقه عادي، انت بتجيب كنكه وبتحط فيها بن. شوف معاك بقى الطريقه. عايز نعمل لك قهوه؟ مش مشكله. اشرح لي بقى انت اول خطوه بتعملها. بص مبدئيا هي دي كنكه، ده السكر على حسب الرغبه بتاعت الناس اللي هتطلبها مني مثلا لو انا هعملها مظبوط، والبن على حسب الرغبه، بس انا وعلى حسب الكنكه. البن والسكر على حسب الكنكه، يعني لو حد مثلا بيطلب مظبوط او حاجه برضو تفرق في الكنكه، مش فكره ان انا بحط بن وسكر وخلاص. ده البن. حبيت انك تميز بالموضوع الفحم يعني برضه. هو الفحم مكلف وفي نفس الوقت مش اي حد برضه بيعرف يشتغل عليه، والفكره مش منتشره كتير. فان انت تميز نفسك بحاجه انت بتحبها فبتعملها. وفي نفس الوقت مش لازم تبدا المشروع بحاجه كبيره يعني. يعني ابداها واحده واحده، هتلاقي يعني هتلاقي الدنيا بدات تمشي، هتلاقي في اقبال، هتلاقي الناس مثلا بيعجبها الجو الدنيا ديت. طموحك ايه بقى وحلمك ونفسك في ايه؟ طموحي ان مشروعي يكبر، هو ده طموحي، وانا الحمد لله يعني ببتدي امشي في الاجراءات بتاعت الترخيص والحاجات دي. فطموحي بقى ان الموضوع يكبر معايا، افتح برضو كذا عربيه في كذا مكان ونشغل بقى الناس. بتبدا بقى يومك ازاي؟ يعني احكي لي كده اول ما بتبدا يومك. انا بصحى من النوم بتشطف وبسمي الله وبسلم على والدتي قبل ما انزل عشان لازم تدعي لي قبل ما انزل. وبنزل اروح جايب العربيه ابدا المحها من اول وجديد، مع ان انا ببقى ملمحها وانا بقفل بس لازم المحها، واطلع حاجتي وابدا اشتغل واحده واحده. الساعه كام بقى بتكون موجود؟ وانا 10 الصبح. ببقى واقف هنا ببتدي اليوم بتاعي بقى على حسب، يعني ممكن اقفل الساعه 12 مثلا، 11 معايا مثلا شغلي، في ناس بتجيلي من بره المانيال، اكتوبر، زايد، من اماكن كتير. فبتقعد بقى، تقعد مثلا واحده، ممكن اطلع واحده اتنين على حسب الشغل وعلى حسب الناس اللي واقفه. في ناس بتقعد بقى كام دقيقه كنكه القهوه على الفحم يعني؟ على حسب يعني، في ناس بتحب مثلا قهوه بسرعه، بحاول ان انا على قد ما اقدر اطلع لها بسرعه، يعني من رينج دقيقتين لثلاث دقائق بالكتير قوي. في ناس بتحب مثلا ان هي تيجي تقف معايا فبسيب لها القهوه من غير ما بهوى على الفحم، يعني بسيبها تاخد سواها براحتها. كل مشروعاتك على الفحم؟ كل حاجتي على الفحم، اللي هو شاي، قهوه بجميع انواعها. عندي كذا نوع للقهوه، مش قهوه عاديه بس، فرنساوي وشيشه تفاح، وعندي توت، مانجا، فراوله، جوز هند، كراميل. عندك ايه؟ توت. وعندي شاي؟ لا دي قهوه، كل دي قهوه. قهوه بطعم الشيشه تفاح، وقهوه توت، قهوه فرنساوي، مانجا، فراوله، جوز هند. وريني بقى كده بعد ما عملت القهوه على الفحم. اقعد اتحرك فيها من هنا لبكره الوش مش هيروح. مش بقول كده، انا واثق من عينيه. الفحم يعني بيدي للقهوه طعم، هو بيديها طعم مختلف. وبعدين الفحم دي اهدى نار في العالم، يعني اهدى من السبرتايه كمان، بتساوي القهوه براحتها، انت مش بتستعجلها، انت الفكره ان انت بتعمل قهوه بمزاج. بس شفت الفكره بقى يعني وعجبتك؟ هو انا شفت الناس هناك في اسوان بتعمل حاجتهم كلها على الفحم، فعشان كده حاولت ان انا اتدرب على البيت مره واثنين وثلاثه لحد ما وصلت للطريقه اللي انا ابدا اشتغل بيها. شغلك بيبقى اكتر بقى في الشتاء ولا؟ هو شتاء وصيف، يعني انا بدات المشروع بتاعي بقى لي سنه. فمن الصيف، من السنه اللي فاتت الشغل بدا يبقى الناس في اقبال، يعني عايزه تفهم يعني ايه على الفحم؟ يعني انت بتعمل ايه على الفحم؟ فلما جم وشافوا الفكره عجبتهم، بداوا يجوا بقى لصحابه، يروح جايبهم وييجوا يفضلوا يقفوا يشربوا ويقعدوا مع الواحد كده. يشجعوه على المشروع. اصحابك بقى لما شافوك بقى عملت العربيه شجعوك؟ في ناس كتير شجعتني، وفي ناس فضلت واقفه في ضهري، وفي ناس ما عادي بعد مش مشكله يعني. ايه بقى؟ عادي بقى، هو انت اي شاب بيبص مثلا ان هو بيعمل مشروع او حاجه بيفتكروه ان هو بيتكبر على الناس، بس انا بالنسبه لي ما فيش النقطه دي خالص. يعني ما عنديش نقطه تكبر ولا لا. انا عامل مشروع وعادي يعني. ما يعني انت كل الحاجات اللي عندك بتعملها على الفحم، وده كان فكرك في الاول من المشروع؟ بالظبط، فكرتي في الاول ان انا كنت عايز اعمل قهوه بس، لما الموضوع بدا يمشي معايا واحده واحده ابتديت ان انا ادخل كذا صنف زي الشاي، والشاي بفليفر اطعمه،
النسكافيهات بجميع انواعها، الهوت شوكليت، كل الحاجات دي ابتديت ان انا ادخلها واحده واحده على الفحم. بتقول ايه بقى للشباب الخريجين اللي خلصوا دراسه وخريجين جامعه زيك او خلصوا دراستهم يعني، ويقول لك انا ازاي هقف على العربيه وكده يعني؟ هي عامه وقفه الشارع مش سهله، بس انت بتنزل وبتعافر، لازم تنزل وتعافر. مفيش حاجه ان انا استسلم وافضل قاعد في البيت، دي ما ينفعش، لا انزل واشتغل وشوف شغلك وربنا يكرمك. فانزل افتح اي حاجه ان شاء الله، تبيع اي حاجه على عجله مثلا او اي ترابيزه، ربنا يكرمك وهتلاقي الدنيا بدات تمشي واحده واحده. هنا كده بقى انت بتجيب الفحم الاول، اشرح لي بقى بتبدا ازاي. انا بحط فحم وبولعه، لازم ببقى عامل طبقه عازل تحت رمل عشان ما ياثرش عليها في السخونيه، وبحط الفحم وبولعه وبهوي. انت مصممها بطريقه ان الفحم ما يعملش في انا مصمم. وانت كيكي انت بتصمم يعني، لما بتروح تبدا مشروع او بتكلف عربيه بيسالك انت هتعملها ايه، فانا قلت له هعملها قهوه على الفحم، فاخد مقاس معين عمل لي في الحوض، وانا حطيت طبقه عازل رمل عشان السخونيه ما تاثرش عليها من تحت، وفي طبقه عازل تاني بعملها قريب وعشان السخونيه ما تاثرش على الفحم معايا، والفحم مثلا ما يبقاش عالي او النسبه بتاعت الفحم تكون كتير والرمل، لا واحده واحده. قلب كده بقى الفحم برده نشوف الفكره بتاعتك. انا ما بقلبش الفحم، انا بسيبه شغال. سيبه كده هو انا انا مختار نوعيه فحم معينه ان انا بهوي عليها بتفضل شغاله معايا، بحيث ان مفيش رماد او فحم طرقع ينزل مثلا في القهوه او الدنيا دي. وانت اخترت كلها مشروبات يعني اللي هي تصلح انها تتعمل على اي حاجه ما تصلحش ان هي تعمل الفحم انا بعملها على الفحم، طالما انت حابب المشروع بتاعك او حابب الفكره اللي انت بتقدمها هتعرف تخترع اي حاجه تعملها، وده اللي بيحصل معايا. اتعلمت ازاي بقى انت يعني خلصت دراستك، اتعلمت تعمل الشاي والقهوه مخصوص عشان المشروع؟ لا انا كده كنت متعلمها، كنت بشتغل في كافيهات ومطاعم، وصلت ان انا امسك كافيه ازاي شغله، اتعلمت كذا حاجه في الكافيهات كلها لحد ما وصلت ان انا ببتدي امسك اماكن، مش يعني مش بفضل ثابت في مثلا ويتر او صاله او الدنيا دي، لا ابتديت ان انا امسك اماكن والحمد لله. لما جت كورونا بقى ابتديت ان انت تفكر انت تشتغل ازاي او تعمل الحاجه اللي انت بتحبها ايه. انا عامه بحب الشاي والقهوه فحبيت ان اعملها. غرفتك انت بدات بعجله قبل التروسيت، اه ازاي الفكره؟ هي الفكره ان انا جبت شوايه صغيره وحطيت عليها شويه فحم في قفص صغير بلاستيك على عجلتي الشخصيه، وجبت كام كنكه وكيس سكر وبن، كيس بن بس، قلت اجرب اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. فعلا بدات تمشي معايا اول يوم، صحابي كلهم اتجمعوا عليا شافوا الفكره وتصوروا معايا وفضلوا يدعموني بقى، يعني كمل في مشروعك واحده واحده هتكبر. طبعا والدتي كانت مبسوطه الحمد لله، ان اي ام بتبسط لابنها ان هو يعمل مشروع، بسطت وفضلت تشجعني هي واختي الحمد لله لحد ما بقيت زي ما انا كده الحمد لله. بتساعدهم يعني اسرتك وكده وبتساعد نفسك؟ بالظبط، اي شاب او اي حد بيساعد اسرته بقى ان شاء الله بتساعدهم باي حاجه بسيطه، بس انت بترد لهم جزء من اللي هم يعني الحمد لله ان هم وصلوا لك اللي انت فيه. وجه لي والدتك كلمه بقى. ربنا يخليك ليا يا امي، وان شاء الله يطول لنا في عمرك انت واختي، ومش عارف اقول لك ايه، الحمد لله يعني بفضل دعائك انا مش مصدق ان انا وصلت للمكان اللي انا فيه الحمد لله. كده بقى انت عملت شاي وقهوه، هي دي القهوه كده دي خلاص طالعه. انا عندي نوعيه البن حتى اللي انا عاملها لنفسي، مسافه ما بتصب في ناس بتاخد مثلا كوبايه القهوه بتخبطها خبطتين عشان تنزل الرواسب كلها تحت عشان الوش يرفع، انا لاغي النقطه دي، انا من اول ما بصبها ما فيش انت بتاكل حاجه بوقت، انت بتشرب قهوه بس. بشكرك يا حسن واتمنى لك التوفيق حبيبي.